لما بيكون انسان حياته مهدده، حياه عائلته مهدده، القصه مو مطروحه فقط كقصه حب، هي شريكه جميله جدا ورائعه في التعاطي. هلا ممكن يكون تردد بالجزء التالي. هل يعيش باسم ياخر قصه حب جديده برمضان 2024؟ من لحظه الاعلان عن وجود جزء ثاني من مسلسل العربجي، الجمهور ما اخفى حماسه لمعرفه تتمه احداث الجزء الاول يلي حقق انتشار كبير رمضان الماضي بعد ما اختار صناعه انه يتركوا النهايه مفتوحه. قصه مستمره نستكمل فيها ما جرى من احداث بالجزء الاول بدون قفزه زمنيه، يعني احنا نبدا الاحداث من حيث انتهت الجزء الاول، فالتطور هو تطور بكل الشخصيات وبكل الاحداث اللي عم تمر فيها، وهي التطورات مو بس تشهدها شخصيه عبد العربجي، بتشهدها القصه كقصه. والتطور علاقة عبدو العربجي مع الداية بدور كانت مفاجأة للجمهور بالجزء الأول، فهل ممكن العربجي بادلة نفس المشاعر بالجزء الجديد؟ في تنوعات وهوامش رح تكون موجودة بالعمل، خصوصي بين هالشخصيتين. قصة مو مطروحة فقط كقصة حب، يعني هي مطروحة كتوافق المصالح، إنه اليوم في أحداث بتهدد حياتهم لهالشخصيات، لما بيكون إنسان حياته مهددة، حياة عائلته مهددة، هي القصة مو بالحب، هي القصة في كيف يحمي كل من يحب ويحمي كل هذا المحيط الخاص فيه. فأنا برأيي علاقة عبده بدور بالجزء الثاني هي تنطلق من إطار المصلحة المشتركة لتحقيق أهدافهم المشتركة. صناع العمل ويلي باسم ياخر واحد منهم قسموا أحداث العمل من بداية المشروع على جزئين، فهل من الممكن أنه يستثمروا نجاح العمل ويفكروا بإنتاج جزء ثالث؟ بالأساس لم تكتمل القصة بالجزء الأول، وكان هذا من الأساس مطروح أن يكون في جزء ثاني. هلأ ممكن يكون تردد بالجزء الثالث، أما حاليا بالجزء الثاني لا، لأنه نحن أصلا انتهينا بنقطة ذروة كان من الأساس في اتفاق على أن نكمل من خلالها لخط أحداث أكثر تواتر. مشاركات باسم هالسنة ما اقتصرت بس على العربجي، وإنما جدد تعاونه مع المخرجة رشا شربتجي بعد مسلسل شوق، لكن هالمرة بعمل بوليسي عنوانه المهرج. المهرج كانت شراكة جميلة، لأنه هو عمل بوليسي مكتوب بعناية، في حبكة حلوة كتير، مخرجة مهمة مثل الأستاذ رشا، يعني أكيد ما بتمرق لقطة وتشتغل على أداء الممثل وعلى النظام الصين وعلى كل التفاصيل. نحن أمام عمل أعتقد راح يكون راقي وجميل، وعمل بوليسي باحترافية العمل البوليسي نصاً وإخراجاً وتمثيلاً، فإن شاء الله بنتوفق. أيضاً كرر باسم بهالعمل شراكته مع الممثلة أمل بشوشة بعد ما حقق ثنائيتهم مع بعض نجاحات كتيرة كان آخرها بمسلسل على صفيح ساخن. شراكتي مع أمل مو للمرة الثانية، شراكتي مع أمل بشوشة استمرت لكثير من الأعمال، كانت بعدد كبير من الأعمال، بالعراب، ولادة من الخاصرة، صفيح ساخن وغيره، وهي شريكة جميلة جدا ورائعة في التعاطي باهتمامها بالشغف اللي عندها للمهنة.